كما التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصري برئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سومت شاكراباتي على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن. وقد أعربت نصري عن تقديرها للعلاقة القوية بين مصر والبنك، مشيدة بمساهمات البنك في تطوير قطاع الأعمال الزراعية ومشاريع البنية الأساسية. كما ناقش الجانبان الاستعدادات لاستضافة مصر للمؤتمر الإقليمي الاستثماري للبنك في منطقة جنوب وشرق دول حوض البحر المتوسط في نوفمبر المقبل. ومن جانبه أعرب رئيس البنك عن عزمه زيادة الدعم لقطاع الطاقة في مصر من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات.